النائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب. النائب هذا الكثافة وهذا الأعداد الهائلة للتصويت على الانتخابات؟ الحقيقة الوعي الشعب المصري لأهمية صوته وأهمية مشاركته في الانتخابات الرئاسية حسينا بيه النهاردة. شفنا هذا العرس الديمقراطي الجميل وانتشار كل المصريين في كل لجان الاختراع السري المباشر، وشفنا قد ايه الناس سعيدة انها بتقدم رسالة دستورية ورسالة حضارية جميلة. انا ثقة في الشعب المصري كده، وقبل كده احنا شفنا نفس الرسالة دي للمصريين الموجودين في الخارج، شفنا قد ايه هم سعداء بالمشاركة، وان شاء الله هنبني مع بعض مصر الحديثة بثقة وايمان ويقين ان احنا قادرين ان احنا نجتاز كل الصعاب وكل المشاكل، وان شاء الله هنبني الدولة العصرية الحديثة. سيادة النائب، هناك وفد من برلمان البحر المتوسط يراقب ويتابع هذه الانتخابات، كيف يرى هذا الوفد هذا العرس الديمقراطي؟ الحقيقة التنظيم واللي حصل انه البرزنتيشن اللي عملها سيد مدير التنفيذي للحملة الانتخابية بالامس كان رائع، وكان بيقول احنا قد ايه متواجدين في كل اللجان، قد ايه بنتابع وبنراقب اي تفاعلات في اللجان، قد ايه احنا حريصين انه العرس ده يطلع بصوره حضاريه ويؤدي النموذج يحتذى به في جميع دول العالم، وكل رساله للعالم، رساله اولا دي مصر وده الشعب المصري والشعب اللي عارف واجبه وعارف اهميته في مشاركة الانتخابيه الرئاسيه، وفي نفس الوقت عمليه تنظيميه اللي موجوده في تدفق الناس عبر الثلاث ايام وحقوق كل واحد والتزامات كل واحد والانتشار السريع اللي موجود في مصر كلها بطرق متتاليه. طب سياده النائب، هل تعتقد ان هذه الصوره الحقيقيه المشرفه اليوم ستصل الى دول الاتحاد الاوروبي، وانت تعلم وانت اكثر من يعلم كيف يفكر البعض هناك؟ انا عايز اقول لك ان الاتحاد الاوروبي يعني رغم ان في مجموعه معينه متبرمجه على خط معين، لكن الغالبيه العظمى مع مصر، الغالبيه العظمى عارفين مصر تعمل ايه. هؤلاء المجموعه اللي هي يعني ليها اغراض معينه او ليها اتجاهات معينه، الحقيقه برقوا النهارده يعني يحسوا ان هم كانوا غلطانين، وبرقوا يحسوا ان هم الموقف ده كان موقف خطا، وحسوا انه كان في دفعه من المعلومات الخاطئه اللي كانت مغرضه لي يعني اخذ فكره معينه عن مصر. انا اعتقد معانا وفد البرلمان حوض البحر المتوسط، ده برلمان 28 دولة، والحقيقة جاي من دول الجنوب ومن دول الشمال، جاي من البرتغال وجاي من إيطاليا وجاي من المغرب وجاي من ليبيا وجاي من مصر ومن الأردن. الحقيقة المجموعة اللي جت مجموعة حاسة، والحقيقة عاوز أقول لك إن هم اتخطفوا النهاردة الصبح لما شافوا المنظر ده، قالوا إيه ده، إحنا أول مرة نشوف حاجة زي كده. قلت لهم لا دي مصر، ولما شافوا المنظر الحقيقة للهتاف القوي باسم مصر، جميع الهتيفة النهاردة بتكلم على مصر، وأنا سعيد جدا إن هم يكونوا حاضرين ومشاهدين ومتيقنين من اللي بيحصل، عشان هي دي الرسالة الحضارية اللي هتنتقل إن شاء الله للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والأوروبيين خارج مصر. يعني قبل ما اختم مع سعادة النائب، ممكن اشوف البصمة اللي شكرا جزيلا. اذن يعني كما استمعتم هكذا كان تصويت السيد نائب مجلس الشعب الاستاذ محمد ابو العنين وكيل المجلس، وشفنا حضراتكم البصمة معاه علشان نثبت برضو انه مواطن مصري زي اي مواطن. ختاما، عندنا في الخارج عرس ديمقراطي وعندنا في الداخل عرس ديمقراطي، ومستمرين معاكم ان شاء الله في تغطية